يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا ذهب الإنسان إلى صاحب القبر وطلب منه أن يدعو الله له، هل يعتبر ذلك شركا؟ لأن بعض الناس قد حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك الفعل بدعة. هذا هو الشرك، طلب الحوائج من الأموات شرك، لا الدعاء ولا غيره. الذي يستثني الدعاء يقول ليس بشرك، عليه الدليل. نعم.